اللي هي ممكن تتصرف بغرابة لو حبت قوي قوي، يعني قدام الشخص اللي هي بتحبه. او خليني اقول لكم ان الحلقة دي جديدة تماما، وان كل الشخصيات رجل او امرأة ممكن قدام حبيبها تتصرف بغرابة، بس الموضوع بدرجات، لان احنا هنرتب كل الابراج بقى من ال 12 للمركز الاول. ويا رب الحلقة دي ما تتسرق زي العادة. وعلى فكرة يعني انا استحملوني كده حاجة بسيطة، برضو هنوه لحاجة، انا قريت تعليقات اصدقائنا في الفترات يعني الاخيرة واللي قبل الاخيرة، ان في حد بيقلدني وبياخد العناوين بتاعتي، وحتى بيتكلم بنفس الترتيب ونفس الكلام اللي انا بقوله ونفس الطريقة. ولقيت ان في ناس كتير قوي ما شاء الله على ذكاء اصدقائنا المشاهدين يعني ملاحظين الموضوع ده، وكتير بيدعوني ان انا اتخذ اجراء لان دي حاجة ملكي. وانا بشكرهم جدا وانا متابعهم وبشكرهم جدا على دي. ناس يعني ما بترضاش الظلم وما بترضاش التدليس وما بترضاش ان حد مثلا ياخد تعب الغير. ودي ناس في حياتها هتحس ان هي شخصيات قوية، ما بتخافش ان هي تقول الحق، حتى يعني بيكتبوا التعليق ومش خايفين من انتقادات البعض اللي ممكن يكون محبين للطرف الاخر او يعني ايا كان. فانا ببقى عارف ان الناس دي شخصيات قوية ومميزة اصلا في محيطها. انا بشكركم جدا، ولكن انا هقول لكم الحياة دايما فيها اصل وفيها تقليد، فيها اصل وفيها تقليد، ده طبيعي جدا. وما دام انتم عارفين مين الاصل ومين التقليد، انا مش عايز حاجة غير كده. وصلت؟ يا رب يكون اللي انا عايز اقوله وصل. وبشكركم مرة تانية وتالتة ومليون واكتر من مليون كمان. تعالوا بقى نبتدي كده، وخلونا ارحب بالجديد وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك. وتوقع كل حد يكتب انا كده برجو هيجي في المركز الكام، لان انا بقرا كل تعليقاتكم كلها، ها ايا كانت. يعني في المركز ال 12 هيجي معانا من بين كل الابراج رجل او امرأة الدلو الهوائي. الدلو انفعالاته مش عالية قوي، هنا بقى الاسباب. وصدقوني انا احب اشرح الاسباب باستفاضة، بس عشان معانا كل الابراج ما ينفع. مشاعره مش عالية قوي وانفعالاته مش عالية قوي، يعني مش عالية لدرجة ان هي اوفر وحمم بركانية، لدرجة ان هي ممكن تخليه يضطرب او يسيطر عليه حالة غريبة تخليه يعمل حاجات هو مش متعود عليها. الدلو في المركز ال12، يعني اذا كان في شخصيات بتتسرب بغرابة في الحب فالدلو هيكون اقلهم. اعلى منه في المركز ال11 العقرب، رغم ان هو برج مائي، ولكن العقرب من اكتر، اولا هو اكتر الابراج المائيه المتحكمه في مشاعره، ومن اكتر الابراج بصفه عامه المتحكمه في مشاعره. لذا صفه التصرف بغرابه في المواقف اللي امام الحبيب او في مواقف مع الحبيب بتلاقيها مش عاليه قوي. يا ريت ندوس لايك لو شايفين الحلقه دي مفيده او مهمه، دايما بقول توصل لبقيه اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات. هنعلى كمان نوصل للمركز العاشر. حد توقع؟ حد بيكتب بحب اوي المشاركه مع عيلتي، انا ده طبعي بصراحه. الجدي الترابي رجل او امراه في المركز العاشر، تقيل اوي، قوي اوي، متحكم في مشاعره اوي، ومن الصعب ومن القليل قوي ان البرج ده رجل او امرأة يظهر عليه مواقف او رياكشنات او يعمل حركات غريبة. يعني في منطقة وسط الموضوع تصاعدي، يعني من الاقل للاكثر حسب موضوع حلقتنا. هنلاقي برج الحمل في المركز التاسع، هو برج ناري، ولكن برضو معلومة، برج الحمل رجل او امرأة هو اتقل برج واكثر برج متحكم في مشاعره في الابراج النارية كلها، وعشان كده بيجي معانا في المركز التاسع. وتلاقيه يمسك كده على مشاعره من حديد، ويحاول ان هو قدام الحبيب او المواقف اللي بتجمعه معاه يحاول يعرف هو هيقول ايه وبيعمل ايه، بس ساعات بتفلت منه ويقعد يتندم ندم عمره الحمل، او ما يحبش ان هو يعمل حاجة يعني غير لائقة بحاله، حال الابراج اللي احنا قلناها قبله. احنا لسه ما دخلناش في موضوع حلقتنا، خلي بالكم لسه الدنيا ما ولعتش في الحلقه، وما دخلناش بقى في خطوط النار اللي هي بتتصدر الحلقه معانا. نعلى نوصل للمركز الثامن، الطور، لخجل الطور، ولان الطور في المواقف او في بعض المواقف ما بيوجدش التصرف فيها. ولذلك انا هقول لكم على حاجه،
اضطر رجل او امرأة من الابراج اللي ما تجيدش قوي في المواقف العامة، افراح ومناسبات واعياد ميلاد وبارتي واحتفالات، تلاقيه دايما مش مهايبر قوي في ال، لذلك حتى لو التقى بالحبيب في مناسبة اجتماعية ممكن اذا فرض عليه ان هو يتصرف، يعني الحبيب جريء شوية وجه يتكلم مع برج التور، تلاقي برج التور يعني ممكن يعمل حركات غريبة، اذا قابله في مكان عام ممكن يعمل حاجة غريبة شوية. من هذا المنطلق يعني عشان ما نطولش في الكلام اكتر، هنوصل ليه المركز السابع، هناخد برج بقى مقارنة باللي سبقوه بيهايبر اكتر في وجود الحبيب او في مواقف مع الحبيب، الموضوع بدرجات برج الاسد الناري، رجل او امرأة. الباور بتاع برج الاسد عالي قوي عالي قوي، والمشاعر عالية قوي وملتهبة قوي قوي، سخنة مولعة زي ما احنا بنقول. مع الحبيب او مع الشخص اللي برج الاسد بيكن له مشاعر، تبدأ تلاقي الدنيا ممكن باظت شوية مع برج الأسد رجل وامرأة، ولذلك برج الأسد كمان يحب الظهور، عنده حب الظهور. كل الصفات دي بتجعل من برج الأسد بيجي معانا في المركز السابع بقى يميل لأبراج القمة. بدأنا ندخل في موضوع حلقتنا برج الأسد عشان كل اللي احنا قلناه ده ممكن يعمل حاجات غريبة. الستة بقى الأوائل، داخلين دلوقتي على مركز السادس، هنلتقي ببرج الميزان الهوائي. برج الميزان من الأبراج اللي ممكن تفعل أشياء غريبة إذا اتحطت في المواقف دي أو كانت فيس تو فيس مع الحبيب، بالذات في البدايات، لأن برج الميزان عايز يعمل كل حاجة في وقت واحد. يعني برج الميزان من الأبراج اللي عايزة ان هي تبقى تمام تمام التمام قوي وشيك قوي، ونبرة الصوت تبقى محافظة عليها، والوقفة بشكل معين عايزة. اصل برج الميزان ده برج جذاب قوي، وعايز دايما يحافظ على جاذبيته قوي، ويقول للجميع اتفرجوا على الجاذبية بتاعتي. فما بالك لما الميزان يحب بقى ويلتقي مع الحبيب، ممكن تلاقي برج الميزان عمال بيدخل ويخرج في مواضيع ملهاش علاقة ببعض، وبيعمل ممكن حركات، ممكن بيضحك بصوت عالي او بيضحك بسرعة شوية، وحركات واشياء من هذا القبيل. عامة الميزان في المركز السابع، داخلين دلوقتي على الخمسة القمة، العذراء في صلب موضوع حلقتنا، رجل او امرأة. من اكتر الابراج بقى اللي انت تلاحظ ان بيعمل حاجات غريبة قوي في وجود الحبيب او في المواقف اللي شبه دي، العذراء بيتكسف قوي في بعض المواقف، لا يجيد التعامل فيها، والمواقف كمان اللي هي العامة والزيطة والزنبليطة ما تلاهوش يعني منخرط قوي. لذلك لو حصل موقف كده مفاجئ او اضطراري، معرض برج العذراء ان هو يدربك الدنيا قوي. داخلين على رباعي خط النار، رباعي القمة في حلقة النهاردة، برج الحوت بيجي معانا في المركز الرابع. المشاعر عالية قوي والخجل عالي قوي، دايركت تعرف على طول، واشياء كتير لا يتسع الوقت ان احنا نقولها، ان هو ممكن يلخبط قوي ويعمل حركات غريبة قوي اذا تعرض للمواقف اللي احنا بنتكلم عنها دي. نعلى نوصل للتلاتة القمة، في المركز الثالث هنلاقي معانا برج القوس، اندفاعي قوي وسريع قوي، والمشاعر والباور والطاقة عالية قوي. اذا مع الحبيب عايزين نقول، احنا قلنا قبل كده ان اكتر برج مستعجل هو برج القوس، فما بالكم في الحياة العاطفية، ما عندناش وقت نضيعه، العمر بيطير والحياة مش عارف زي الحمام او حاجة زي كده، كان في مثل غريب كده ما اناش فاكره. فبرج القوس مستعجل قوي، فممكن الاستعجالة دي تعمل له دربلة شوية في ردات فعله وفي افعاله بشكل عام. دلوقتي بقى معانا الاول والتاني، الجوزاء والسرطان، السرطان والجوزاء، مين اول مين تاني مين اذكى بيكتب دلوقتي في التعليقات، انا بقرا كل التعليقات. المركز التاني هيكون من نصيب السرطان، متداخل المشاعر ومشاعره عالية، قلنا قبل كده بركان وفيضان واعصار من المشاعر المتزحمة والمتدفع هو برج السرطان، خجل عالي وممكن يعني تقلب في المزاج سريع قوي. كل ده ممكن يجاوبك على سؤال، او الاجابة بتاعت السؤال ليه السرطان رجل او امرأة ممكن يتسرب بغرابة في وجود الحبيب او هو مع الحبيب، او في مواقف عامة اجتماعية الحبيب موجود فيها، او لما عينه تيجي في عين الحبيب. بينما متصدر الترتيب هو برج الجوزاء، الجوزاء عنده حب الظهور قوي
قوي ويحب يلفت الانتباه، رجل ولا سيما امرأة، وبيجيد في كده على فكرة، ذكي جدا هذا البرج، ويقدر ان هو يخلق المواقف ويرسم الرسمة اللي تشدك، وعنده سرعة في التعرف على دماغك. يعني الجوزاء بيتعرف معاك لأول مرة ممكن يفهم انت دماغك بتفكر ازاي، انت مجنون ولا عاقل ولا خبيث ولا الجوزاء على فكرة. وتقلب موده وسرعة مشاعره وتحكمها فيه، على الرغم كده الجوزاء مش متحكم في مشاعره، خلي بالكم، ولا انفعالاته. كل دي أسباب، وفي أسباب تانية تجعل برج الجوزاء رجل أو امرأة يتصدر الترتيب في حلقة النهاردة، بيجي في المركز الأول. مش عايز أطول عليكم، وبعتذر لو الحلقة كانت طويلة، وبعتذر لو أنا دوشتكم في بداية الحلقة يعني، واتكلمت في موضوع ممكن يكون شخصي، وإن كنت أنا شايف إن أنتوا برضو شركاء معايا فيه. إحنا ما شاء الله دلوقتي تخطينا 250,000 مشترك، ده غير أصدقائنا اللي على الفيسبوك أو الانستجرام. بس كان لازم نتكلم فيه، لأن أنا قلت لما عيلتي بتتكلم في موضوع ما ينفعش إن أنا أطنش. أصدقاء كتير أوي في التعليقات اتكلموا في الموضوع ده، فكان لازم أطلع وأرد عشان أحسسكم إن أنا مش منفصل عنكم، أنا معاكم. وأي تعليق زي ما أنتم عارفين أنا بقراه وباخده بعين الاعتبار. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا بقرا كل تعليقاتكم من الانستجرام، الفيسبوك، قنواتنا التانية، عندنا قناتين، اسأل محمد وعيلته، قناة للكورة. اللي مهتم بالحاجات دي يا ريت في وصف الفيديو يشترك، ولو أنت على الفيسبوك أي حد تاني غير محمد أبو زيد نصاب اعملوا له بلوك عشان ما يتكلمش باسمي، وهتلاقي برضو الروابط دي في تعليق من التعليقات يعني. ويلا بقى أشوفكم على خير.